بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الآن إن شاء الله تعالى سنقف عند آيتين من سورة طه عليه السلام. يقول ربي في 127: وكذلك نجزي من أسرف، يعني جزي في الدنيا وأثناء رحلتك البرزخية وفي نهاية مطافك، من أثناء الحياة البرزخية مطافك حولها أو في نيران حفرتك القبرية إن صح التعبير. قالك وكذلك نجزي من أسرف، لهم جزاء الدنيا وفي آخر عمرك على طول حياتك البرزخية وبعد جزاء أخراوي لا نهاية له. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي. شكون اللي يؤمن بآيات الله؟ أعطيني آيات قرآنية وآيات كونية. الكون. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي. قال لك ربك ربك تحب ولا تكره، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، يعني أشد في إيلامه العذاب البداية وأبقى في طول عرضه. وبعد يقول الآية التالية بس يوريك وين اللحظة اللي مش تعتبر بالماضي قبلك. أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون. أنت مش تخطاك المصيبة يظهر لك، أنت معناها ربما أحوج الناس إلى أن تأتيك المصيبة، لأنه كثرت من الإسراف وكثرت من العمى على آيات الله، سواء كان آيات نزلة قرآنية ولا آيات حاضرة تبصرها الأعين المبصرة وتعيها أذن الصاغية وهل مجرى. والعذاب الآخرة أشد وأبقى. أولم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، إن في ذلك الآيات لأولي النهى. أنتم ما عندكمش عقول، وإذا تمشوا توريسم تمشوا شرق وغرب، تتمتعوا بالآثار، تتمتعوا بكلام عقولكم أهل تلك البلاد باش يمجدوا ماضيها ولا مجر، خاصة تلقي لقيت توريستيك مثلا. La majorité de ces guides-là sont des gens sataniques. Méfiez-vous de ces gens-là. Ne croyez rien de ce qu'ils disent. Wassalam ala ahl salam.